السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أخوة المتابعين، وأهلا بكم في هذا اليوم الجميل، اليوم الماطر الذي كما ترون هذه السيول في مركز الحقو عقب الأمطار التي هطلت الظهر اليوم الاثنين الأول من شهر ربيع الثاني 1442 الموافق 16 من شهر نوفمبر 2020. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يسقي بها البلاد والعباد وينفع بها، وشاكر لكم حسن المتابعة وتقضون معنا وقت جميل بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من أخوكم الفارسي الرحال.